سلام يوجد قناة غفوة من تواتيك يا عزيزا، مرحبا بكم متابعي قناة سميرة تي في. معكم أفلح من غردايا، جيت نقدم لكم أحوال الطقس تاع هذه العشية. الأجواء هذه العشية راح تكون مغيمة على الولايات الشمالية للوطن، وراح تصب شوية النو إن شاء الله على المناطق الوسطى والشرقية. أما في الجنوب راح تكون الحالة مغيمة أقصى الصحراء وممكن تصب شوية النو، وباقي المناطق راح تكون صافية. درجات الحرارة اللي راح نسجلوها هذه العشية راح نسجلوا إن شاء الله بالعاصمة وعنابة 14 درجة، تيزي وزو تلمسان 12 درجة، وهران راح نسجلوا 15 درجة. أما ولاية قسنطينة عندنا 11 درجة، المدية 9 درجات، غردايا 15 درجة، بسكرة 16 درجة، أما تمرست عندنا 22 درجة. ونروحوا درك لتنبؤات الطقس تاع غدوة إن شاء الله. الأجواء غدوة إن شاء الله راح تكون مغيمة على الولايات الشمالية الوسطى والشرقية، وراح تصب شوية النو. أما في الجنوب راح تكون الحالة صافية على أغلب الولايات. درجة الحرارة راح تراوح بين 14 و27 في الشمال، وبين 23 و37 في الجنوب. نروحوا درك لحالة البحر اللي راح يكون مهول شوية على كامل الشريط الساحلي. الرياح راح تكون شمالية شرقية على السواحل الغربية، وما تفوتش سرعتها 40 كم في الساعة، ومتغيرة الاتجاه إلى غربية على السواحل الوسطى والشرقية، ما تفوتش سرعتها 25 كم في الساعة. والرؤية راح تكون متوسطة. ونختموا بهذه المعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس عقبة الغرب إن شاء الله.